فليكن الصعود إلى بكركي لتأييد موقف البترك من ساحة بكركي. ممكن تكون هيدي بداية لعدة تحركات بكل المناطق اللبنانية لحس هالمجموعة السياسية اللي متخلية عن مسؤولياتها تجاه شعبها وتجاه البلد كله سوا، لتتفاعل وتتجاوب مع ألم الناس ومع وجع الناس ويكون في حكومة بأسرع وقت ممكن. أكيد التدخل الدولي مفضله برعاية الأمم المتحدة، مش بيكون بالمفرق مثل ما موجود هلأ. للي يعني يقولوا يحافظوا على السيادة إنه ما في تدخل دولي، في فوق الخمس دول عم يدخلوا بالداخل اللبناني. بقى دعوة تيكون في مؤتمر وطني بكل المجالات لمصلحة لبنان برعاية الأمم المتحدة، هي شغلة مطلوبة ومشكورة تقدر تخلص شعبنا وبلدنا من الأزمة الضخمة الموجودة فيه. موقف البترك الراعي هو صرخة وطن، هو ألم شعب عم بعيني كل سوا، من الوضع السياسي، من الوضع الاقتصادي، من الوضع المالي، من وضع الهجرة، هجرة أولادهم، هجرة شبابهم، من وضع التعليم أولادهم، إنه كلها صرخة وطن بكاملة، منا صرخة طائفة ولنا صرخة مجموعة سياسية. أكيد بعيدوا بكل معنى الكلمة، من زمان وجاي، من وقت بعيد هذا الموضوع مطروح، من وقت ما بلش تأليف الحكومة، وكل طاقاتنا من أيد هذا الموضوع.